أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: ما هي الجنابة وكيف يتم التطهر منها؟ الجنابة خروج المني بلذة، الدفق، دفق المني بلذة، هذا هو الجنابة، سواء كان عن جماع أو غير ذلك. فإذا خرج منه المني دفقا بلذة وهو مستيقظ فإنه يكون جنبا، وأما إن خرج منه المني بدون لذة فهذا لا يوجب، ليس جنابة، هذا ليس جنابة، وإنما هو حدث أصغر. إذا خرج بدون لذة فهذا حدث أصغر يوجب الوضوء. وأما النائم إذا احتلم وخرج منه ماء فإنه يكون جنبا، لأنه لا يشعر باللذة وهو نائم، لا يحس بها. فإذا وجد بعد نومه على ثوبه أو على بدنه بللا فإنه يكون جنبا، قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، هذا في الاحتلام. ولو لم يذكر اللذة ولم يحس باللذة، لأن النائم لا يحس بشيء. والتطهر من الجنابة بالاغتسال، والتطهر من الجنابة بالاغتسال بجميع البدن، بأن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه أو يصب الماء على رأسه حتى يرويه 3 مرات، ثم يفيض الماء على جسمه، على سائر جسمه. والأكمل 3 مرات، يفيض الماء على جسمه 3 مرات، والمجزي 1 مرة، تعم جميع بدنه بنية رفع الجنابة. نعم.